الاستمرارية هي مفتاح لأي نجاح. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أحمد مخلف من مدينة حلب، عمري 22 سنة، طالب في جامعة حلب في المناطق المحررة. بدأت موهبتي بالرسم من عمر 4 سنين. اكتشفت الموهبة بسبب حبي للسيارات، كانوا هن الحافز الأول بتعلمي فن الرسم. بعد ما تهجرنا من مدينة حلب وانتقلنا وسكننا في مدينة عزاز، حبيت أني أتوسع بمجال الرسم. كان تعاوني الأول مع فريق خطى الأمل في مدينة عزاز، قمنا برسم جداريات في الجامعات وأيضا في المرافق العامة مثل حديقة الأم العثمانية في مدينة عزاز. وكمان تعاونت مع معهد يونس إمرا برسم جداريات ولوحات وكثير من الأشياء والنشاطات الحلوة. طبعا صح بدأت الرسم بعمر صغير اللي هو 4 سنين، بس ولكن ما حدا علمني، ما خضعت لأي دورات ولا لأي كورسات. كل اللي ساويته أني استمريت ودربت أكثر وأكثر، فكل فترة كنت أطور من حالي أكثر وأكتشف أخطائي لحالي وأتقن الموهبة أكثر وأتعلم أشياء جديدة، يعني نفسي بنفسي، ما حدا علمني. فكتير ناس أحياناً تسألني كيف أنت تعلمت الرسم، بقول لها الأمر جداً بسيط، كل ما عليك هو أنك بس تستمر وترسم شيء أنت بتحبه. فمثلاً ما في أنه طريقة، مثلاً بيقول لي بدي أتعلم أرسم العين أو بدي أتعلم أرسم الوجه، هالشي غلط. أنت إذا بدك تتعلم كيف ترسم أي شيء، فبتبدأ بشيء بتحبه أنت. مثلا أنا كنت مهووس كتير ولحد الآن بموضوع السيارات، فلأني بحب السيارات بدأت أرسم سيارات ولحد الآن أرسم سيارات. فتفاصيل السيارات والتعقيد اللي فيها هو اللي علمني، أني أعطاني قدرة أني أستطيع أرسم أي شيء بيظهر قدامي. فهذا يعني هو سبب كتير كبير أنه علمني أتقن كتير أنماط رسم برسمة أنا حالياً، مثل فن البوب آرت، فن الجرافيتي، هو فن الشارع، الفن التشكيلي والفن الكلاسيكي وكتير أنماط. الحمد لله أنا هلأ يعني عندي قدرة أني أرسم. بالنسبة لموضوع التوافق بين الرسم والدراسة، طبعاً في هون صعوبات مرت علي للأمانة، يعني راح يكون في تضحيات، صار في تضحيات بالنسبة لموضوع الدراسة لصالح الرسم، ونفس الأمر بالنسبة للطرفين. فيعني الشيئين يعني سوا مستحيل يمشوا بنفس المسار، راح يكون في تضحيات، بس ولكن ما وقفت. الحمد لله أنا هلأ وصلت لسنة التخرج بالجامعة وإن شاء الله عقبال الكل، وبنفس الوقت يعني وصلت لمرحلة كتير منيحة بموضوع الرسم. كمان أنا ما بعتبر حالي أني هلأ نجحت أو وصلت للشيء اللي بدي إياه، لا، أنا لسه بداية الطريق، بس ولكن حصلت على شيء قبل كنت أتمنى يكون عندي. طبعا كمان ما بننسى موضوع الانتقادات اللي بتجي من الناس جميعا، أنه الرسم شو راح ينفعك، شو قدم لك، شو راح يعمل لك، إيه وإذا أنت رسام بيطعميك خبز، ايه بيطعميك خبز، بيطعميك عصير وكيك كمان. فموضوع انه شو بينفعك، لا بينفعك انت موهبتك اذا عرفت تستثمر منيح فيك تحولها لمصدر دخل لك. فالشيء انت اذا كنت بتحبه مثلا وحولته لشغل او بزنس خاص فيك، فوقتها ما بيعود اسمه شغل، بيعود متعة بالنسبة لك.
بالنسبة كمان لموضوع الانتقادات اللي بتجي أكتر شيء على السوشيال ميديا، إنه إيه مين أنت وليش وشو هذا الرسم اللي عم ترسمه، والتعليقات السلبية اللي ممكن توصلك هي، أو مو بس التعليقات السلبية، ممكن كمان الاستغلال اللي بيصير معك بكل مكان، وكتير عقبات ممكن تجيك انت، هاي ما لازم تحطك نهائيا، ممكن او لازم تحطك درج تستخدمه لتطلع فيه لنجاحك وتوصل فيه لحلمك. وفي امور كتير ما كنت بعرفها وكنت بجهلها الموضوع الفن، طبعا ما حدا ولد متعلم، ولكن اليوم يعني الانترنت كتير يعني عم يساعدنا، تعلمت كتير اشياء منه، اكتشفت انه في انماط او في يعني اشياء يعني صراحه عجبتني، ويعني صار ميولي لها كتير بسبب يعني توسعي بالبحث بالانترنت، يعني لقيت اشياء يعني بتنطبق على شخصيتي فصرت اطبقها في الواقع. حتى اليوم انت فيك يعني تستثمر يعني ثمرة النت بتنمية مواهبك، بتنمية الأشياء اللي بتحبها. كتير ناس بعرفها يعني ما عندهم لا مدربين ولا أي حدا بكل المجالات، مو بس مجال الرسم، تعلموا على الإنترنت وبدأوا بمشروعهم الخاص وأثمروا نجاح كتير منيح. فموضوع الإنترنت لازم نستثمره منيح. بتذكر أول مرة أجاني طلب خارجي رسمت في جدارية، حصلت منه يعني مبلغ مادي بسيط، صراحة فرحت فيه، فكان حافز لي اني استمر بهذا الشيء او اني اعمله كبزنس خاص فيني، او ما فينا نعتبره بزنس بس، ولكن يعني شيء بسيط ممكن يساعدك. ساعدني بامور الجامعة، ساعدني اشياء يعني بحياتي، اشياء بسيطة او لازمة بحياتي. فانت يعني ممكن اي شيء عندك موهبة فيه ممكن تطالع منه مصاري او عملة، فلا تستسلم، أهم شيء إنه ما تستسلم، استمر. طبعاً ظروف الحرب اللي صارت والتهجير والكثير من الظروف الصعبة اللي مرينا فيها طبعاً كانت هي دافع لأنه نحن لأنه نستمر، ما ثبطتنا نهائياً، لا بالعكس أبداً، عملنا معارض وكان لنا نجاحات كثير بالمنطقة هون بالشمال، وعم نسعى لأنه نحقق شيء لسه أفضل من هيك. أنا بالنسبة لي طموحي الأول إنه يكون للفن دور فعال عنا بالشمال السوري، فللأمانة ما عم شوف هالشيء إنه ذو قيمة كبيرة عنا هون. حالياً الوضع مختلف شوي، صار في يعني اهتمام بس ولكن مو هالاهتمام الكبير. أنا عم أسعى لأنه يكون للفن دور كتير فعال عنا مثله مثل أي مجال الناس عم تشتغله. معظم الشباب الطموحين اللي عندهم مواهب، صاحبين الأفكار اللي لسه ما بدأوا، ابدأ، استمر لو بأبسط الطرق اللي عندك. أنا بتذكر يعني قبل 5 سنوات بدأت بهذا القلم، هذا القلم لحد الآن برسم فيه، هو اللي وصلني للمرحلة اللي أنا فيها هلأ. طبعا أنا ما وصلت لمرحلة كبيرة بس، ولكن مرحلة كنت أحلم فيها قبل. استمروا ولا تردوا على أي كلام سلبي، إن كان من الناس، من رفقاتكم أو حتى من أهلكم، لأنه أول شغلة بتعزمون عليها بأول مصاري بتجيبوها رح ينسوا كل شيء.